الرف مايك رحلتنا مكملة كيما كل يوم حتى للتسعة ونص. بعد شوية نكملوا الأخبار مع سندريلا في البوكس نيوز، ولكن قبل هذا يدخل معنا سي محسن العدالي ناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية ونائب وكيل الجمهورية في إطار حق الرد على الكلام اللي قالته البارح بسمات القضية الشهيرة نتاع الطفل الرضيع اللي مشى لفرنسا واليوم تحب تسترجعه في علاقة بالكلام اللي قالته الكل. يدخل معنا سي محسن دالي. سي محسن صباح النور. أخيتي رفيق تحياتي ليك ولكل المستمعين والمتابعين إذا تلقيتهم. شكرا لك سي محسن، مرحبا بك. دونك في إطار حق الرد حبيت توضح بعض النقاط، تجاوب على بعض الاستفسارات لأنه طرحنا أكثر من تساؤل. الأمانة فرحنا أنكم حبيتوا تدخلوا معنا لأنه نحب الصورة توضح. لك الكلمة سي محسن. هو الحقيقة أنا في إطار ربما مش حق الرد إنما توضيح. توضيح. توضيح بالضبط. التوضيح بقوله عشان الوقت المخصص يسمح ولا لا يبقى. اللي تحب الأكد هنا هو بالنسبة للمحكمة دي بتونس، المحكمة الناحية بتونس أصدرت فعلا حكم في التبني بتاريخ 5 ديسمبر 2019. الحكم تاع التبني هذا صدر بناء على طلب رسمي من المعهد الوطني لرعاية الطفولة. هو اللي طلب من محكمة الناحية تونس إمكانية إصدار حكم في التبني لفائدة العائلة هذه. الحكم هذا بناء على طلب معهد الوطني لرعاية الطفولة. المراحل نتاع الحكم هذا كانت في ناحية تونس في آخر مرحلها. التعهد القضائي كان الأول في المحكمة بداية المهدية. انطلق من إعلام قامت به مواطنة تقول راه عندها طفل صغير ترك لديه لمدة أسبوع والولدة نتاعو ما رجعتلوش. وقاع تلقي تصريحات المرأة هذه تقرر في البداية بالنظري وضع الطفل إذاعه وقتيا بوحدة العيش المهدية. ثم وقع البحث عن الأم. ولما تعذر في البداية الحصول عليها تم تعهيد قاضي الأسرة بالمحكمة الجنائية المهدية. سيد قاضي الأسرة عقد 7 جلسات. في 7 جلسات بيشوف يحل الوضعية متاع الطفل هذية. في 7 جلسات هذية الأم لم تحضر في 4 جلسات. ثم جلسات يعني وقعت تسليم الإسراع صفة رسمية ولم تحضر. في كل الجلسات تم إعلامها والأم لم تحضر ولا تعذر إعلامها من عشان بدأت تكون غائبة ما تجدوا تصلوا بها. في 4 جلسات وجهت لها استدعاء ولم تحضر. ثم جلسة تم يعني تسليم استدعاء شخصيا وحضرت لدي منذ حماية الطفولة ولاحظت أنها لا علم بموعد الجلسة وأنها عاطلة عن العمل وترغب في استرجاع طفلها. قالت نرغب في استرجاع الطفل متاعي. أخرت لجلسة الثانية بعد تقرير الشر حضرت الأم وقالت أنا غير قادرة على الإحاطة بطفلة باعتبارها ما عندها إمكانيات المادية ما هيش تخدم وما عندهاش مع محل سكنة. وفروا لها فرصة عمل بأحد النزل. اشتغلت لمدة يوم واحد ثم غادرت لأسباب ما عادش مهول سمتاحة. ثم رفضت كذلك العيش بوحدة العيش المهدية على أساس كونه ما تنجمش تقبلش باش تعيش في وضعية كيما هذيك وضغط ومقيدة التصرفات نتاعها والكل. دونك غادرت المقام هذا. ايش معناها مقيدة تصرفاتها سي محسن؟ هذا هو اللي ما حرر عليه. قالت أرفض العيش في الوحدة هذه لأني حريتي مقيدة. أنتم طلبتوا منها أنها تعيش في الوحدة هذه مع ولدها تحت إشراف الدولة معناها هكا؟ بالضبط. تعيش في الوحدة هذه. قضات يدوي 3 أيام هذا تقريرا عندي من قاضي الأسرة المحكمة المهدية. رفضت العيش في الوحدة هذه. بيت الحال هنا قالوا معناها قالت قاعدة نسعى باش نثبت معنا نسبة الطفل للوالد نتاعو. المعلومة اللي موجودة عندي كونه من نسب له الطفل ثبت علميا اللي هو مش الوالد نتاعو. المحكمة قاضي الأسرة المهدية واصل في إمكانية باش تبقى الأم مع ولدها. بعد عقدت 3 جلسات أخرى ما حضرتهاش الأم معنا في أمام قاضي الأسرة. فقرر سيد قاضي الأسرة أن يقع إيداع الطفل بصفة نهائية لدى معهد رعاية الطفولة. أصبح من منظور الدولة. وقت أصبح منظور الدولة المعهد رعاية الطفولة تقدم بمطلب رسمي إلى السيد رئيس محكمة الناحية بتونس وقدم المطلب بتاريخ 27 نوفمبر 2019 تحت عدد 1201 يطلب منه بصفة رسمية الحكم بتبني الطفل هذا لفئة العائلة اللي قضت بالطلب. فأصدر سيد قاضي الأسرة الحكم حكيم يعني من الأول. واضح. في الكلام اللي قلته الكل ثم تقعد ديما تفصيله، هل كانت الأم على علم بكل الجلسات اللي صارت؟ خاطر صاروا ملوك قلت 4 غابت فيهم وبعد حضرت في واحدة وبعد مرة أخرى صاروا جلسات أخرين، هل تم إعلامها؟ هل كانت على علم سي محسن؟ أو نعطيك أو نعطيك أو مثلا بجلسة ذي بتاع 10 جويلية 2019
لم تحضر الأم رغم تسلم الاستدعاء بصفة شخصية للحضور بالجلسة المذكورة، وعليه تم تأخير ملف جلسة يوم 16 جويلية 2019 لإعادة استدعاء الأم عن طريق منذ خيمة الطفولة. وبجلسة 16 جويلية 2019 لم تحضر الأم، فتم تمديد بقاء الطفل بصوت جمعية الطفل لمدة شهرين للسعي في استدعاء ثاني للأم. بتاريخ 29 جويلية 2019 تم سماع الأم بمكتب منظومة حماية الطفولة ولاحظت هذه الأخيرة أنها على علم بموعد الجلسة وأنها عاطلة عن العمل وترغب في استرجاع طفلها. في الجلسة هذه 20 أوت 2019 حضرت الأم ولاحظت أنها غير قادرة حاليا على الإحاطة بابنها وأنها تطلب إمهالها فترة قصيرة للبحث عن المنزل لكرائه واستلام ابنها، فتم تأخير القضية جلسة يوم 2 أكتوبر 2019 استجابة لطلبها. بجلسة 2 أكتوبر اللي طلبتيه باش تؤخر القضية لم تحضر الأم، وتم اتخاذ قرار بإيداع طفل نهائيا بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة عاملا بالفصل 56، وتم إعلام الأم بإمكانية مراجعة هذا القرار أي إبقاء الطفل نهائيا بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة، لكنها لم تحضر ولم تقدم أي مطلب. باهي، في علاقة بالمراجعة هذه تقول أنا عطاوني الديلي نتاع في بالها الديلي 15 يوم، دخلت في النهار رقم 12 يظهر لي، ولكن تبين أنه الديلي هو 10 أيام فقط، ولكن أنا اللي عندي سي رفيق أنها لم تتقدم بما أي مقصد. باهي، هي نحكي هي شنو قالت، ولكن بيان سور وأنا راني نجاوب، راني أنا تخيل أنا نتفاهم موقفها ومانيش نجاوب فيها هي، أما نعطي فيك في وقائع اللي موجودة قدامي. مهم جدا، يبقى زادة في ظل الظروف اللي تعيشها هي وهي أم عزباء وبعيدة على المنطقة اللي تولدت فيها وفي منطقة أخرى تبحث على عمل تبحث على منزل، ما كاينش نجم نعطيها أكثر ديلي معناها. لا أنا ما نقشش في المسألة، أنا نعطيك حاجة بركة كونها وعندي ما يفيد أنا حاجة رسمية قدامي. تم توفير موتر شغل الأم هذه بنزل ما نحبش نسميه، فاشتغلت لمدة يوم واحدة ثم انقطع عن العمل حسب ما يتضح من محضر سماعي بتاريخ 25/5/2019، يعني سمعوها قالوا وفرناك منزل وفرناك عمل خدمة النهار، انقطعت سألوه علاش انقطعت، وتم التحليل عليه بتاريخ 25/5/2019. وفروا له حتى مكان للعيش، وهو عندي قدامي انا وثائق تقول اللي هي ما تنجمش تعيش في المكان هذا مع ابنها. ولو ديما ناكد مانيش قاعد نجاوب في المضره هذه، لانه حقها باش تعرف ابنها، حقها باش تعيش معاه، اما لمجرد توضيح لا تلاقل. واضح. سؤال اخير من الناحيه القانونيه سي محسن، وانت ادرى بالشيء هذا، وعلاش نجمو نرجعوا بالتوالي مهما كانت الظروف؟ انتهى امر هذا الطفل، انتهى. هو بالضبط نقول لك، هو من الناحيه القانونيه عندنا حكم التبني لا يمكن الرجوع فيه، بقي ثم امكانيات قانونيه ربما تنجم تمشي فيها، هي تعترض على الحكم هذا، اللي يعني تقول انا تضررت من حكم ولم اكن طرفا فيه. القضاء المدني بصفه عامه انسان يتضرر من حكم وهو ما كانش طرف فيه، يعني الحكم صدر في معناه ما كانش طرف فيه، يمكن تعترض عليه. الحاله الثانيه نجم تعمل قضيه في ابطال الحكم هذا، يعني تقول لك مس بحقوقك كحقوق طبيعيه كأم. اخيرا هذه مجرد فرضيات صعيبه، اما معليها كانت نجم حتى اذا كان هو ما تستحق اعانه عدليه، نجم احنا نوفروا له اعانه عدليه بتكليف محامين ولا معضول تنفيذ، نوفروا لها تعمل يعني تاخذ هذه الحلول القانونيه. مازال عندها مسار قانوني تنجم تمشي فيه لعل وعسى يتم التراجع في علاقه بالقرار هذا. بالضبط، الكل لعل وعسى، لانه الحقيق النفسي يقول حكم التبني لا يمكن الرجوع فيه. انا نقول ما يمكنش الرجوع فيه، هي ثم امكانيه هو تمشي تعترض عليه، وهي ثم تقنيه الاعتراض على الاحكام المدنيه، ثم امكانيه ابطال الاحكام. هذه مش مضمونه نقول لك للمجتهدات القضائيه، اما ويقول لك المحكمة عندها مكتب يعني عدلية في المعركة المحكمة بتونس نجم توفر لها يعني عدلية في المحامي في عادة تنفيذ، هذا نجم نعملوه في الإمكانيات هذه. برهان يحب يتفاعل معنا سي محسن. نعم. في سؤال أخير. وي برهان. سيد الرئيس، في علاقة بمسألة التراجع قانونيا، فما فرق ما بين تطعن في عرضه على التبني وفما فرق انه كي تمر المرحله الثانيه انه عائله اخرى تبناته وخذا لقب العائله هذيه، معناها المرحله الثانيه هذيه ديما يبقى مفتوح امكانيه التراجع على القرار؟ بعطيك تقول لها فاقبل كل شيء اللي حد يوضح النقطه هذه. انا نقول لك النص واضح يقول لك حكم التبني لا رجوع فيه، دونك مساله الرجوع غير ممكنه. اذا كانت نجم تفلح هي في تلبى الاعتراض عليه او ابداله، اذا كان يقع ابداله كل شيء بني على الحكم ولا يتنحى.
بما فيه اسناد اللقب وكل. خليني نقول لك فرضيات بسيطه اما لكن تعتمدها وكهو. هي الحل الوحيد بالنسبه لها كامه. يبقى المسار القانوني اللي كان يفسرنا فيه محسن الدالي الناطق الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه. شكرا لك محسن الدالي كما قلت الناطق الرسمي باسم المحكمه الابتدائيه على التدخل وضح لنا كل الامور. شكرا لك وضحت هكا الامور وتبقى امامها حل وحيد المسار القانوني. يلا وي مراد. من غير ما ندخلوا في نقاش قانوني هي كي باش تعترض على حكم التبني فما نوع من الاحكام اللي ما يخلق ما يسمى بالاثار القانونيه. وقت الاثر القانوني يخص طفل تاكد انه 99% من القضاة يقول لك ما نبدلش الاثر القانوني. الاثر القانوني يتبع لي اثر عاطفي والطفل قعد وكل. يعني اليوم مع تمنياتنا لها انه تنجح ولكن عندك عائله اون فاس كيما انت باش تعمل اجراء بروسيدور معني انت باش تحاول تطيح الحكم العائله باش تستينف وباش تكون معركه قضائيه دوم وعوام. وهذا معقول واني دوم وعوام لانه كل قاضي باش يقضي وقتها يلزم ياخذ وقته ويدرس ملف برمته. انا مانيش عريف بالقانون ولكن باش تقول القاضي ياخذ وقته ولا ما يلزموش ياخذ وقته يلزم ياخذ المعطيات الكل اي التراش. الام تبقى عندها اولويه أولوية خاطر الأم جبته من صلبها من كرشها يعني ولدها متاحة حتى العائلة الأخرى حتى العائلة الأخرى ولو تقلقت ولو باش تتقلق لأني تبنيت وربيته لمدة شهور القلق يقعد أقل برشا من قلق أم باش يبعد عليها ولدها مدى الحياة. يبقى من بعد القانون فوق الجميع. هي عملت بعض الأخطاء كما يحكي منها أنه خدمت ومن بعد خرجت أنها رفضت باش تعيش غادية أنها غابت على بعض الجلسات عندها مسار قانوني كانت تسمع فينا تمشي فيها. نمشي لصديقتنا ألفة أخبار الطرقات. يلا